الانتحار هو إنهاء حياتك بنفسك، هو رد فعل مأساوي لمواقف الحياة المسببة للضغوط، وهو الأمر الأكثر مأساوية، إذ يمكن الحول دون ارتكاب الانتحار، سواء أكنت تفكر بالانتحار أو تعرف شخصاً تراوده أفكار انتحارية، إذ يمكنك إنقاذ حياة سواء أكانت حياتك أو حياة شخص آخر. قد يبدو وكأنه لا توجد وسيلة لحل مشكلاته، وإن الانتحار هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الألم، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للبقاء آمنا والبدء في الاستمتاع بحياتك مرة أخرى. للأفكار الانتحارية أسباب عديدة في أغلب الأحيان. تكون الأفكار الانتحارية نتيجة شعورك بعدم إمكانية التعامل عندما تواجه ما يبدو أنه موقف مربك في الحياة، إذ لم يكن لديك أمل في المستقبل، فقد تعتقد على سبيل الخطأ أن الانتحار هو الحل. قد تواجه نوعا من ضيق الأفق، حيث تعتقد في منتصف الأزمة أن الانتحار هو السبيل الوحيد للخروج منها. وقد يكون هناك أيضا رابط وراثي للانتحار، حيث احتمالية وجود تاريخ عائلي من الانتحار أكبر لدى الأشخاص الذين يكملون الانتحار أو الذين لديهم أفكار أو سلوكيات انتحارية. أكو هواي دوافع للانتحار. المشاكل النفسية اللي دا تصير بينا يعني عبارة عن مختلط من الأمور اللي دا تصير بمجتمعنا، مثلا سوء الخدمات اللي دا تصير. الانتحار آفة من آفات الشيطان، تتخللها أسباب كثيرة، من أهمها الدوافع النفسية وتحطم الإنسان داخله، فيجب الإنسان الابتعاد عن هذا الشيء والتفكير بالدين والاقتراب من الله. الانتحار بطبيعته حاليا خصوصا هاي الأوان الأخيرة انتشر هواي، ولا طبعا أسباب هواي الانتحار، أسباب عديدة منهم قلة الوعي الديني أو طبيعة المجتمع بطبيعة الضغوط النفسية اللي تصيب الفرد، أو البطالة طبعا تلعب دور هنا بالانتحار وطبيعته. الانتحار الحالة من اليأس اللي يوصلها الشخص الذي يقمل على هذا العمل، وأسباب عديدة حقيقة تدفع الأشخاص للانتحار، أهمها ربما الأسباب الاقتصادية ووصول الشخص إلى حالة من اليأس بعدم القدرة على حل مشاكله. ولكن حقيقة في ربما لو نشوف الموضوع بالدول الأوروبية اللي هي ربما الحالة الاقتصادية عندهم يعني مو هالأساس. الانتحار من وجهة نظر طبية هو صراحة له أساس طبي وأساس، هناك كثير من التغيرات الطبية والكيميائية التي تحصل في دماغ الشخص الذي يميل للانتحار تؤدي إلى تكون أفكار انتحارية لدى الشخص. نحن كمجتمع إسلامي الله سبحانه وتعالى حرم الانتحار، والانتحار يعني ما راح تستفاد شيء يعني لا بالدنيا ولا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى وعد المنتحر بالنار وبالخذلان. المنتحر يجب التفكر بالدين بالبداية، بعدين ينظر إلى حياته وأهدافه، يفكر بالتمعن، ينظر إذا أهدافه ينظرها إذا ما يقدر يحققها لازم ينظر بطريقة ثانية حتى يتقرب إلى الله وينظر بالحياة بشكل إيجابي. أنا صحيح يبتعد عن هاي الأمور، يتجه للجانب الديني أكثر، يتقرب إلى الله، يبحث عن عمل ولو كان بسيط يلبي احتياجاته الخاصة، وهاي الأمور كلها راح تبعد عن الانتحار وأسبابه. الإقبال على الله تعالى، زيادة الإيمان بالله تعالى، التواصل مع الأهل مع الأصدقاء، عرض المشاكل على أقرب الناس إليك اللي هم الناس الثقات اللي يحاول، فالإنسان مو مثلا تمر في مشكلة معينة سواء اقتصادية أو اجتماعية يبقى يكبت في نفسه وما يعرض مشكلته على الآخرين، من شاور الناس شاركها في عقلها. ننصح الشخص الذي يميل للانتحار، الشخص الذي لديه أفكار انتحارية، هو مبدئيا بما أسلفنا أنه لها أساس طبي، فالشخص الذي لديه هذه الميول يجب عليه أن يراجع الطبيب الاختصاص النفسية
على ذويه أيضا الانتباه لهذا الشيء، لأن هناك تغيرات 100% هناك تغيرات في داخل دماغ الإنسان تؤدي به إلى أن يصل إلى هذا الشيء مهما كانت الأسباب المسببات إلها. الحمد لله والشكر، القناعة كنز، قناعة كنز، وأنا راضي وقانع بحياتي مهما كانت، وهاي الدنيا اختبار مهما كانت، تمام؟ مهما كانت الله سبحانه وتعالى راح ينام لي شيء إن شاء الله زين. بالتأكيد الشخص، الأشخاص اللي يعني السويين بالمجال النفسي والاجتماعي لا تأتيهم أفكار انتحارية، فالحمد لله رب العالمين. الله يبعدنا، يعني الحمد لله ما مرينا فد ظرف قاسي خلاني اصلا افكر بالانتحار. انا انظر بالبدايه الى الحياه بشكل ايجابي، من بعدها التقرب الى الله، هذا من اهم الامور هو الالتزام بالعبادات، فالتقرب الى الله يجعل الانسان مطمئن نفسه. فبعد لما افكر انا ادي حياتي واقدم اللي اقدر عليه. حياكم الله أحبتنا أينما كنتم، وأسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم إن شاء الله كما نوهنا في بداية هذه الحلقة. الحديث اليوم هو عن الانتحار، هذه الصفة الذميمة التي تنهي حياة الإنسان في لحظة ربما يشعر بالبؤس أو لأنه قد وفر له كل شيء. حالات الانتحار متعددة وظروف الانتحار متعددة. أو تعلمون، قرأت في بعض الكتب أن هنالك البعض من الأشخاص قد وفر لهم كل شيء وأعطي لهم كل شيء، فلم يصلوا إلى أي مرحلة إلا وذاقوا طعم حلاوة ذلك الأمر، إلا أنهم لم يذوقوا حلاوة الموت فأقدموا على الانتحار. هذه صورة من صور الانتحار التي نشاهدها هنا أو هناك. أما الآخر فهو الذي قد ضاقت به السبل ولا توجد هنالك مخرجات أو معالجات حقيقية وفعلية للخروج مما هو فيه، ولكنه قد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة التي هي ينبغي لنا أن نركز عليها، وهي الأهم ربما في موضوعنا اليوم. كلما كان الإنسان ذو إيمان والتزام ومسلما إلى الله عز وجل بقضاء الله وقدره، كلما استطاع ذلك الإنسان أن يتجاوز المحن والصعاب التي تمر به. ولكنه إذا سلم أمره إلى الشيطان وقد أخذ من تلك النفس الأمارة بالسوء كل ما أرادت من خيوطها التي بعثتها في نفسه، سيقدم على خطوة مأساوية، نعم أقول سيعض عليها أصابع الندم، لأنه في نهاية المطاف قد خسر كل شيء في حياته الدنيوية والأخروية. أشد أنواع زهق الروح وقتل النفس المحترمة هو الانتحار، أشد حتى من قتل الإنسان إلى إنسان آخر. إذا كان قتل الإنسان إلى إنسان آخر في بعض الأحيان يكون مشروعا وجائزا كما في القصاص، كما قال تعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إذا كان يعني من غير نفس هذا كما قلنا بأنه سوف يكون فساد وكأنه قتل الناس جميعا، ولكن إذا كان بحق ومن باب القصاص هذا سوف يكون مشروعا. لكن بالنسبة إلى الانتحار، كان ما كان السبب، كان ما كان الموجب، لا يوجد ولا استثناء واحد، ولا استثناء واحد مما يشرع إلى قتل الإنسان نفسه. كان ما كانت الأسباب، أسباب اقتصادية وانهيار، وأنه بلوغ الدين ما بلغ، أسباب اجتماعية، أسباب أنه فلنقل يعني سياسية، أسباب كان ما كان، لا يوجد هناك عذر مسوغ إلى أن يقتل الإنسان نفسه. وهذا أصلا يرجع إلى ضعف العقيدة، ضعف الإيمان، الأياس من روح الله تبارك وتعالى، أنه الكفر بالله تبارك وتعالى، عدم
أنه الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى أنه من الممكن أنه يغير الأمور، أنه يحدث بعد ذلك أمراً، أنه الأمور سوف تتحسن، هذا كله قد لغاه ذلك الإنسان المنتحر، فهو أياس من روح الله. في حقيقة الانتحار يرجع إلى الكفران بالله وإلى الأياس من روحه. ولا تيأسوا، قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا وصل إلى أنه أساء الظن بالله تبارك وتعالى، في وقت أن المولى تبارك وتعالى قد حذرنا وبين لنا سلفا بأن الإنسان سوف يكون معرضا إلى الصدمات، معرضا إلى الابتلاءات. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين، بين لنا أن الدنيا هي دنيا وحياة مكاره، يكون الإنسان فيها عرضة إلى شتى أنواع الابتلاءات وشتى أنواع النقص، ولكن بالمقابل أن الله تبارك وتعالى ضمن لنا الحياة أخرى بديلة، وسوف يكون معوضا إلى ما فقده الإنسان في الحياة الدنيا، ولدار الآخرة خير وأبقى. وقال ولنعم دار المتقين، فبين بأنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات سوف يكون لهم ماذا؟ جنات تجري من تحت الأنهار. فحذر وشدد على مسألة أنه قتل الإنسان نفسه، حتى قال تعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الانتحار والعياذ بالله في يعني أشمل مفاهيمه وأوسع تعريفاته هو الفعل المتعمد في إيقاع الأذى بالنفس الذي يؤدي بها إلى الموت والهلاك، مع اختلاف وسائل هذا الأذى وهذا الهلاك الذي يؤدي بالنفس إلى الموت والعياذ بالله، يعني مثل الشنق، الحرق، استخدام الرصاص، تناول السموم، إيقاع الأذى بالجسد بآلات حادة، كل هذه الأدوات يجمع على تعريفها على أنها هي ظاهرة الانتحار، بمعنى قتل النفس لدوافع شخصية ولدوافع ذاتية. اليوم في عصرنا الحالي ظاهرة الانتحار تشكل إحدى أهم وأخطر المشكلات الاجتماعية في الواقع العالمي المعاصر، وربما إحدى إشكالات الانهيار الأخلاقي والفراغ العقائدي الذي تعيشه بعض المجتمعات في زمن العولمة. يعني الإحصائيات التي تذهب إلى أن سنويا ربما يموت 800 ألف إنسان بفعل الانتحار، طبعا بفعل الانتحار الطوعي الاختياري، في حين أن إحصائيات تذهب إلى أن الحروب قد لا تحصل من الأرواح البشرية سنويا يعني عدد لا يتجاوز 200 ألف إنسان في كل العالم. يعني فلنتصور أن الانتحار هو 4 أضعاف خسائر الحروب، بمعنى أنها ظاهرة خطيرة وظاهرة من الضروري أخذها بنظر الاعتبار. الباحثون الاجتماعيون يذهبون إلى أن أسباب الانتحار لا تتجاوز 5 أو 6 أسباب. أولها تصنف إلى بابين، يعني الباب الأول هو مجموعة الأمراض النفسية، يعني الانتحار نتيجة خلل مرضي يأتي من أمراض الاكتئاب، الهوس الاكتئابي، الوسواس، يعني الإحباط النفسي، هذا كله قد تؤدي إلى هذه الأسباب، قد تؤدي بالإنسان إلى الانتحار وترك الحياة. والمجموعة الثانية هي مجموعة يعني عوامل سلوكية ينحدر إليها الإنسان عبر تناول الكحول والعياذ بالله، تناول مغيبات العقل كالمخدرات وغيره، لعب القمار، ممارسة الفواحش، كل هذه العوامل تؤدي بالإنسان إلى الانتحار. وفئة ثالثة اللي هي مجموعة من العوامل التي نستطيع أن نسميها عوامل ضاغطة، وتصنف إلى نوعين، نوع مثلا أحد أسبابه هو العنف الأسري أو البيئة السلبية التي تضغط على كرامة الإنسان فبالتالي تؤدي بهذا الانتحار، أو لا يعني حالات الفقر المدقع والحرمان وعدم قدرة الإنسان على تلبية احتياجاته الأساسية قد تؤدي به إلى التفكير بالانتحار والعياذ بالله. هذه العوامل، إضافة إلى عامل آخر أضافته
اليوم ربما الحضارة المادية التي تهيمن على مناطق واسعة من العالم وهي الانتحار بفعل الترف. يعني في بعض المناطق في بعض الدول المتخمة على مستوى الرفاهية المادية في غرب أوروبا تحديدا يصبح الانتحار بسبب الملل من الحياة، بسبب حالة الإشباع من الحياة، بمعنى أن الإنسان وصل إلى ما يتمناه. بل وصل الحال في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك ظهرت عقائد شيطانية منحرفة يمارس فيها الانتحار الجماعي، ويتجمع الناس في مكان ويؤدون الانتحار. حقيقة السبب الرئيسي للانتحار هو الابتعاد عن الدين، الابتعاد عن الله عز وجل. النفس الإنسانية عندما ينقطع أملها وصلتها بالسماء، عندما تفقد ارتباطها مع الله سبحانه وتعالى، يتسلل إليها الشيطان بوسائله كالإحباط واليأس، فيؤدي بالإنسان إلى الانتحار. القرآن الكريم يقول يا ليتني قدمت لحياتي وليس قدمت في حياتي، بمعنى هذه حياتنا رحلة تنتظر حياة أصلية وأساسية موجودة بنعم الله عز وجل ورضاه. مرحبا بكم مرة أخرى. هنالك إحصائيات قد نظمتها العديد من الهيئات والمنظمات خصوصا المرتبطة بحقوق الإنسان وأيضا ما يرتبط بمنظمة الصحة العالمية. أكثر من 700,000 شخص في كل عام يقدمون على الانتحار، هي نسبة مهولة وعظيمة، وينبغي لنا أن نشخص العديد من النقاط التي تتسبب بإلقاء ذلك الإنسان في مهاوي الردى. النقطة الأهم التي على الإنسان أن ينتبه لها أننا نحن في جمهورية العراق سنة بعد سنة هكذا منذ سنة 2017 تقريبا حتى سنة 2020 هنالك نسبة ما يقارب من 500 إلى 600 شخص في هذه السنوات، في كل سنة من هذه السنوات يقدمون على الانتحار. أسباب عديدة نعم، ولكن نقول هذه ليست مبررات بحد ذاتها لكي تدفع بك أيها الإنسان إلى أن تخمد هذه الروح في هذا الجسم. الله عز وجل جعلها أمانة بين يديك. أما ما يقول أو يقوله المقابل أن هنالك ظروف عصيبة قد ألمت بي، الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بعد كل عسر هنالك يسرى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ثم أننا نستشهد ببيت أحد الشعراء في مضمونه إذ يقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وظننتها لم تفرجي. بالتالي في هذه النقطة ينبغي لنا أن ننتبه خصوصا للذي عنده هكذا بعضا من تلك الوساوس في داخل نفسه ويريد أن يقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه أو إحراقها أو الابتلاع بعض من المبيدات الحشرية وما شاكل ذلك. علينا أن نزرع في داخله شيئا من الأمل، وفي نفس الوقت نساعدهم ونساهم أكثر في معالجة الأمور الخاطئة. على أن بدن الإنسان هو ليس ملكا إلى الإنسان، وأموال الإنسان ليست ملكا حقيقيا إلى الإنسان. وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه أمانة نفس الإنسان هذه التي خلقها الله تبارك وتعالى وفطرها، إنما هي ملك تقديري وليس ملكا حقيقيا لي. لست أنا من خلقت نفسي ومن صنعت نفسي ومن أوجدت نفسي. أنا سوف أساءل على هذه الوديعة، على هذه الأمانة، على هذا البدن. فقتل الإنسان نفسه إنما هو يرجع أيضا إلى خيانة الإنسان إلى هذه الأمانة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. وهذه النفس الإنسانية هي من جملة ذلك الملك، من جملة تلك الجنود، من جملة أنه ما استخلفه الله تبارك وتعالى وأودعه في هذه الدنيا عندما جعل الإنسان خليفة على الأرض لينظر ماذا أنه يفعل. ف هذا البدن أخواني ليس ملكا إلى نفسي وإلى أبي وإلى عشيرتي. هذا البدن سوف يكون أمانة، سوف تكون هذه النفس
وهذا البدن سوف يكون وديعة الله تبارك وتعالى، سوف يسائلنا في كل جوارحنا. فإذا قتل الإنسان نفسه إنما خيانة إلى هذه الأمانة، قتل الإنسان نفسه إنما هو أياس من روح الله، وقلنا أنه ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. هذا أنه قد فض وقد قطع الصلة بالله تبارك وتعالى نتيجة تلك مثلا الأسباب التي جعلته أنه ينتحر وينهار، قلنا أنه لا يوجد هناك مسوق، كان ما كانت الأسباب، كان ما كان أنه فلنقول أنه ما أودى به إلى هذا الحال بأنه يريد أنه يعني يخلص من هذا الواقع الذي هو به، كان ما كان اجتماعيا اقتصاديا أنه حياتيا، كان ما كان المولى تبارك وتعالى كما قلنا بأنه بين لنا وحذر لنا وأوعد لنا وعيدا شديدا، وأنه قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فإذا عقاب الانتحار إنما هو النار، الأثر المترتب على هذا الانتحار إنما هو الكفران، وسوف يفد على الله تبارك وتعالى وهو خائن إلى تلك الأمانة، وهو قد أساء الظن بالله تبارك وتعالى، وهو قد جحد نعمة الله تبارك وتعالى ولم يشكر تلك النعمة. فمن ينطلق من منطلق هذا الأياس من روح الله، من منطلق هذا الإحباط، إنما انطلق من جهله بالله، من سوء ظنه بالله تبارك وتعالى، وما هذا إلا أنه سوف يكون كفر كما قال تعالى ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كيف نعالج ظاهرة الانتحار؟ يعني هل يمكن علاج ظاهرة الانتحار اليوم أو التفكير بالانتحار؟ أولا يعني الانتحار سلوك يبدأ بتفكير، وعادة تفكير الإنسان ينطلق من بيئته، فعندما تكون بيئة سلبية، بيئة مليئة بالانحراف الفكري، تؤدي بالإنسان إلى أن يحقق الهدف الشيطاني والعياذ بالله، وهو القضاء على الإنسان والقضاء على البشرية. أول علاجة، أول معالجة وأفضل معالجة لموضوع ظاهرة الانتحار هو زيادة الوعي الديني، تقوية الأواصر الإيمانية، الانفتاح النفسي للإنسان على عالم الآخرة. واليوم التجارب مليئة ب يعني مراكز الإرشاد الاجتماعي، مراكز يعني التوعية الصحية، مراكز العلاج، دائما أن الحافز الديني، تقوية عنصر التقوى عند الإنسان، عودة ارتباط الإنسان مع الله عز وجل، ارتباط قيم يعني الارتباط مع قيم الدين الحنيف، مع قيم السماء، تعلي من نسبة الأمل عند الإنسان، تعطي للإنسان قيمة في الحياة، تستجلي في وجدانه الهدف الأساسي الذي وجد من أجله، وهو عبادة الله عز وجل لتحقيق نظرية الاستخلاف في الأرض. الإنسان عندما يعيش مشاعر كونية يستطيع أن يعني يغادر مشاعر الإنغلاق، ويغادر مشاعر الإحباط واليأس، ويتحول من عنصر الانتحار إلى عنصر الاستثمار، عنصر العطاء، عنصر الإضافة. ونالك يعني تجارب كثيرة جدا، مشاعر الإحباط، مشاعر اليأس، مشاعر الفقدان الأمل، تعالج عندما يعود الإنسان إلى الله عز وجل، وعندما يعود إلى السلوك الديني القويم. وطبعا يعني إذا عدنا إلى الفئة الثانية من أسباب الانتحار التي هي الانحرافات الأخلاقية، متمثلة في تناول المخدرات، الخمور، لعب القمار، ارتكاب الفواحش والعياذ بالله، هذه كلها مجموعة من السلوكيات يقوم بها الإنسان عندما ينحرف عن جادة الصواب ويترك العبادة ويتخلى عن دينه. بالتأكيد عندما يعود إلى دينه وإلى رشده وإلى إيمانه، سوف يعرف قيمة النفس البشرية، سوف يعرف قيمة الهدية الإلهية، سوف يعرف معنى الأمانة التي استأمنه الله عز وجل عليها، فتتحول النفس من حالة الانتحار إلى حالة العطاء وإلى حالة الإبهار في وجودها الاجتماعي، وجودها الذاتي، وجودها الجمعي. وصلنا وإياكم أحبتنا المشاهدين إلى الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة،
والتي علينا أن نركز على عدة نقاط مهمة جدا، خصوصا ما يرتبط بموضوع هذه الحلقة، ألا وهو الانتحار. النقطة الأولى، كلما كان الإنسان ذو إيمان راسخ متوجها إلى الله عز وجل مسلما بقضائه وقدره، كلما كان قد استطاع أن يحصن نفسه عن مثل هكذا أمور أو صور تتعلق بالانتحار. النقطة الثانية، لا توجد هنالك مشكلة في الحياة الدنيا أكبر من حجمك أيها الإنسان، إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، بالتالي من الممكن أن تتجاوز بعض المشاكل والصعاب التي تحيط بك، ولكن تحتاج إلى المشورة أو أن تكون من الذين يمتلكون بعضا من التجارب حتى تتجاوز تلك الصعاب. النقطة الثالثة والأهم حقيقة بهذا الموضوع، لا يوجد هنالك شخص في الحياة الدنيا خال من المشاكل والصعاب أو الفقر أو من بعض الأمور العصيبة التي تلم به، لكن يختلفون الناس، هذا عنده فقير وذلك عنده مريض، وذلك لا يتجاوز تلك المحنة، وهذا لا يتمكن من حل تلك المشكلة، ولكن في نهاية الأمر ليس الحل الأنجع أن أقدم على الانتحار، بل الحل الأنجع أن أضع عيني بعين الله سبحانه وتعالى وأتوكل عليه وأطلب منه كيف له أن يقضي لي تلك الحاجة المهمة، خصوصا ونحن نعيش في هذه الحياة الدنيا التي لا يخرج منها الإنسان إلا وقد أحيطت به المشاكل والفتن والمغريات، وهذا ما يدفع بالإنسان بعض الأحيان إلى جادة الانتحار، وهي نهاية مأساوية قد أعد الله سبحانه وتعالى لها عذاب عظيم لا يمكن لذلك الإنسان أن يتجاوزه. والنقطة الأهم خصوصا في هذه الحلقة التي علي أن أركز عليها، أن الإنسان لن يخذل أحدا سوى نفسه. شكرا لكم لأنكم أصغيتم لنا في هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.